الحلقه، ولكن لما صار هذا المشكل ما كانوش ناس قالوا لك حملي بلعي جوزي هالو؟ هي قالوا لي صبري على ولادك، صبري، طلاق ما يرحمش، ناس ما ترحمكش، داير بزاف. بصح انا ما سمعتش، انا مانيش مرتاحه، مش متهنيه، انا اللي راني نسوفري، انا اللي على بالي بحياتي واش راني عايشه لداخل، ماشي الناس. ملي وليت نرقد ونوض نص الليل نلقى الدم يغمني، شعري يكتر بالدم، شغل الرعاف، مش يرعاف من القلقه، ماشي اللي عايشته في النهار. ما عندي وراها نزيد، لقيتها رايحه تروح في صحتي، وانا صحتي ما نقدرش نداوي. لا غالب لما رجعتي للدار عند باباك ويماك لقيتيهم بنفس الحاله تاع الفقر والحاجه؟ رجعت وزدت، رجعت معايا زوج عباد، ثلاثه، مانيش وحدي. زوج كروش. اه هذه الحاجه اللي ادهى وامر، هذه الحاجه اللي توجع القلب. ولاد ماشي حاجه سهله، سورتو الوقت اللي لحقنا له. بعد انا مش خدامه، ما عنديش عمل، طلعت هبط خلاص، شغل متحمله مسؤوليه تاع دارنا وتاع ولادي. مفهوم ما قدرتش توفق باش نخرج روح، كنت نخدم في كيما كنت معاه هو، نخدم نجري ندبر راسي، مهم ندبر راسي، ندبر راسي. ويقول لي ربي يسهل، ربي يسهل عليك، ربي يسهل عليا. ما خممتيش تعاودي تزوجي مره واحده اخرى؟ ان شاء الله، ان شاء الله عندي امل في ربي سبحانه. لو يجيك مكتوبك، لانه مزاكي صغيره ومزاكي بصحتك. علاش وحده كي تطلق وتخمم باش تعاود حياتها؟ لا لا صبري، وما عنده ما داك، وما صلحت لكش مع الاول غير ما كان مع الثاني تروحي، وعندك اولاد كيتبعوا فيك، وما تديهمش الراجل الاخر يقيسهم. شغل واحد الكلام وانا هذاك كل ما قنعنيش. شغل انا عندي امل في ربي سبحانه بلي الدنيا مازال فيها خير.